اتفضل. اختي يمين الزغلامي. اتفضل. موقع زوم تونيزيا معاك. اتفضل. مساء اختي، نحن نتاكد من صحه خبر التداول من المواقع الاجتماعيه حول استقاله الاخت فاطمه عطيه. هذا اولا الخبر غير صحيح، والاخت فاطمه عطيه لم تستقل من كتله حركه النهضه، وتنجموا يعني تثبتوا الخبر هذا باتصال برئيس الكتله سي صاحبي عتيق او نائب سي وليد البناني او احد اعضاء المكتب. وهذه الاخت يعني هي اخت محترمه، يعني امراه جليله فاضله، يعني نحن سعداء انها تكون حاضره في حركه النهضه، تبلي البلاء الحسن يعني في داخل الكتله، خاصه في مهامها كعضوه يعني رئيسيه في اللجنه الماليه. لديها ارائها، لديها يعني ارائها الشخصيه الخاصه بها، ونحن ككتله لدينا انضباط حزبي ولدينا انضباط لكتل حركة النهضة، لكن هذا ما يعنيش أنه عندنا اختلافات في الرأي واختلافات يعني في قراءة بعض الأمور، وهذا ما يميز هذه الكتلة المحترمة. فالأخت يعني فاطمة عطية لم تستقل من كتل حركة النهضة، وهذا خبر غير صحيح. شكرا أختي يمين.